you mm -hmm. اهلا وسهلا فيك فيكي ببيت الشاعر ببيت ذكريات لالي حلو كتير رح <متصفيق> نحكي عن الذكريات وكمان يعني عامله هيك حلقه من بيت الشاعر تحيه للاعلام والصحافه يعني اكيد بالجزء الاول كان معنا سركيس ناعوم <متصفيق> وحكينا هيك عن حضرتك رح هيك من شغلتين قالهم سيركيس ونرجع هيك نغوص اكثر بالحوار مثل ما قال مع سيده الحوار <متصفيق> <متصفيق> أول شغلة كان عم بيقول إنه عن الأبراج، كان عم بيقول إنه أنا بآمن بالله لهيك ما بآمن بالأبراج، وقلت له هي ما بتمنع هاي شو تعليقك على هالموضوع؟ هل... آه هيدا دايماً بيصير فيه هون صراع بهالموضوع ومغالطات. الفلك منه ضد الإيمان، منه ضد الله. الفلك هو الدراسة تكتشفي فيها العالم والكون. مثل ما بنعرف مثلاً إنه في مثلا بالمناخ وقت بتعرفي المناخ طبعا بتعرفي الطقس بتعرفي شو عم بيصير علم والجزر يعني. وحسب القمر طبعا هيدا علم صاروا عرق اكتشفوا يلي هن استرولوجي أسترو استرونوم قبل الاسترولوجي مم. كان في علماء الفلك يلي كانوا اكتشفوا انه في علاقه بين شو عم بيصير بالكواكب والكون كله ونحنا ونحن اون في نحن من هالكون وشافوا انه الانسان كمان بيتاثر حسب وقت بيولد لانه بيولد بالفتره اللي بيكون فيها الشمس بهالمكان بها يلي سموه برج الحمل عطوه اسم مم. بس هو مكان موجود بالكون على الكوزموس حتى يعطي يعطيك انت وين موجوده مثل ما مثل ما موجود الكواكب مثل ما في كل شيء على الارض بيتاثر بهالكواكب الانسان كمان بيتاثر حتى لي جرانز اللي اشتغلوا الابراج والاسترولوجي كانوا اساقفه كانوا من العلماء الاطباء حتى رجال رجال كهنه كانوا رجال بس في ناس بلكي بيعتبروها يعني بيصير في هيك لغط انه بيعتبروا انه علم الابراج كمان بيربطوه شوي بالتبصير لا ابدا, أبداً بالمنجمين باللي بشوفوا المستقبل لا التبصير شيء ثاني ما م. له علاقه ما مستند على علم هيك معتقدات ومعتقدات شعبيه ناس تطوروا لبعض الاسباب ناس حكيوا عنه لانه فيها ناحيه تجاريه يمكن قويه بس منا مستندة على شيء علمي بينما الابراج في له استناد يعني بيقول لك الكوكب لما بيكون هذا الكوكب موجود على قدام كوكب الثاني بيعني هيك وهيك <applause> مثلا ما في حرب صارت بالعالم الا ما كان في مشكله او ديزاستر بس نحكي ديزاستر يعني الليزاستر يلي, يلي هن ضد بعضهم مم. مش هيك يعني بتقول كارثة <applause> بس يكون ديزاستر, يعني. ديزاستر بالإنجليزي يعني الليزاستر أو الكواكب مش مرتاحة مع بعضها مم. أو بمواقع مختلفة مع بعضها أو معاكسة لبعضها مش يعني هيك كل مرة بيكون ساتيرن وجوبيتر معاكسين لبعضهم بصير في حرب بالعالم أو بصير في أمور سلبية بالعالم هاي اكتشفوها مش نحن اكتشفناها اكتشفوها الاهم منا يلي يعني هن درسوا الفلك وشافوا انه في قصص بتصير بس يكون الكوكب بهالمكان بس يكون في خسوف وكسوف بيقولوا في حتى في بعض الاديان عند الكسوف والخسوف يموت عالم او ظالم بصير في موت يعني حدا مريض كتير صح بيجي كسوف وخسوف في خطر انه يموت وهالشيء في عليه بس عليه اليوم خاصه بتتذكري فتره الحرب وقت بلشت الحرب بغزه وكان في خوف من اندلاع حرب بلبنان وصاروا بتحس اللبنانيه كمان حضرتك عندك اطلاله وكانوا ناطرين حتى ما المنجمين وحضرتك قلتي ما فيه وفي أشخاصهم صاروا يقولوا طيب انه وصلنا ببلد انه بطلنا ننطر السياسيين صرنا ننطر ماجي فرح وكتاب الابراج او المنجمين تما نسمي شخص يقولوا لنا اذا في حرب يا ملا كل الناس أنا. قالوا السياسيين وكل يلي اعتبرتيهم منجمين يعني مبصرين كلهم اعتبروا انه في حرب حتى يا وين ما كان بعدهم لهلا بيقولوا احنا ابواب حرب وممكن الحرب تصير وانتبهوا وتمونوا وطلعوا ونزلوا انا قلت لهم ما في حرب انا ما قلت ما في حرب لعده اسباب يعني تحليل لعده شيء فلكيا وسياسيا م. في عندك اذا بتعرف تفهمي بالسياسه صار زمان عم بتمارس العمل الاعلامي المتعلق بالسياسه بتعرفي انه الحرب منا على الابواب ومنا اي حرب بلبنان ميشيل هلا بتعمل تعمل حرب اقليميه م. والحرب الاقليميه ممنوعه خاصه قبل الانتخابات الامريكيه وخاصه لاسباب معينه ما إلها إفادة لحدا. يعني كانت قراءة. أيوة. قراءه صحفيه اكثر قراءه صحفيه اكثر من علم أبغى. حتى اكون انا صادقه وانا عاده صادقه في معلومات م. معلومات من من ناس كثير بيفهموا بهالموضوع وكثير لهم علاقات انه ممنوع الحرب بلبنان في قرار بعدم توسيع الحرب بلبنان وشفتي انه وقتا بعد ما قالوا بده يطير المطار وبده يصير هيك والسياسيين يطلعوا اكبر السياسيين يلي هن مفترض يكونوا عارفين بالموضوع صح. طلعوا قالوا في حرب لا ما في حرب الحقيقه انه ما في حرب ضليتني مصره وطلعت قد ما سمعتها طلعت قالوا لي كيف تتحمل هالمسؤوليه؟ وانا انا بتحملها لاني انا اكيده أكيد ما صار التحليل. في توسيع لي. وبعد لهلا بقول لك ما في توسيع للحق. اليوم حكى كمان سركيس نعوم عن موضوع مهم وقال انه بيزعل انه ما عدت اليوم يعني اكيد صرتي بتطلع على الشاشات كضيفه بس ما عدت حضرتك المحاوره اللي بتستضيف الضيف لانه بيعتبر انه الفتره اللي, اللي كنت فيها على التلفزيون كانت فتره ذهبيه بالاعلام وبيقول يا ريت بعدها ما جي فرح على التلفزيون بتقولي مثله؟ بتقولي لغيت بعدني عم بحاور وعندي دغريات يعني بتعرفي ما عم بفكر هيك بس اوقات بس اسمع حوارات بزعل بقول اوف هون شو كان لازم يقولوا هيك وهون لازم يعملوا انا كثير عندي حس وطني ومسؤوليه م. والاعلام عندي منه جسر لشيء انا الاعلام ما عملته لا, حت لا حتى لا انشهر ولا حتى اوصل لمرحلة لاني انا بحبه م. لانه انا شخص من يلي بحبوا يعرفوا الحقيقه وبحبوا يقولوا الحقيقه ويدحضوا كل شيء كذب وغش للعالم بطبيعتي ليكي ما بتنجحي بمحل اذا مش هو بيتجاوب مع طبيعتك م. اذا انت طبيعتك مثلا تحملي قضايا حلوه تعملي او تدافعي عن قضايا حلوه تعملي محاميه م. اذا انت طبيعتك مثلا الدواء بتحبي تشتغلي بالدواء والاكتشافات تعملي صيدليه صح. اذا انت طبيعتك بتحبي تعالم الطب تعملي طبيبه كل انسان عنده ميول بس تندمي؟ لا لا انا ما بندم بالعكس انا ميولي كانت هي الاعلام، هلا انا وقفوني بالاعلام، حاربوني بالاعلام لعده اسباب، اوقات اسباب شخصيه من بعض من المحطات من من, الـ من, من الصحفيين من الزملاء واوقات من وضع سياسي مين يعني حاربك اكثر شيء؟ ما مش ما بدي افوت بالتفاصيل، مم. صار في عرفت يعني هلا يمكن صار في محاربات، صار في محاولات انه يوقفوني مرقت بعده محطات كل محطه يطلع سبب معين لإلها وراها سياسيين وراها دول حتى يعني كانت حتى المخابرات السوريه كانت تشتغل بهالوقت ان ما كفي كف البرنامج اول ما بلشنا كنت بالال بي سي اول شيء كان اسمه الصفحه الاولى كان اول برنامج تقريبا هيك سياسي بيطلع وقفوه بعد ثمانية شهور ليش ليه شو السبب وقتها اللي ما بيعرف هلا انا است... است... ما عطوني سبب مم. طلفا بالظاهر الظاهر قال لي اخر حلقة هالحلقة هالجمعة هلا بس انا عرفت ليش لان كنت اتحارب من اول حلقة كل ما بدي اجيب ضيف الأحد يجيبوه قبل بيوم عند محل تاني او بإذاعة إذاعة لها علاقة كتير بغازي كنعان يعني كتير في علاقة وطيدة مع غازي مم. كنعان وقتها يو... يخرب البرنامج الى ان اخر شيء منعت كل واحد بيطلع معي يطلع قبل بمحل بمحل تاني قلت لهم ما بتطلعوا معي ما بتطلعوا معي بينزع الحلقه اذا إيه. قبل قلت بش... لهم ما في اخلاق اذا واحد بده يطلع بحلقه صار احد ما بيطلع سبب بغير محل هيدا هيدا اه بي تبع ال... يعني واحد ما بده يتعلم يعني حتى بيضر نفسه يعني ايه بيضر حاله بس بيجي امر كان مم. يجيون اوامر كنت تطلعوا يعني تعتبر انه النظام السوري هو اللي حاربك؟ اه طبعا حاربني بعده محلات وفي حدا تحركش يعني في ناس كانوا يفوتوا بالموضوع ويحركش مع انه انا كنت كثير ببرامجي كنت احترم كل الناس وكنت موضوعيه وعقلانيه يعني ما كنت م. احكي يعني ما بيشتغل شغل رخيص يعني انا بتعالى عن اي امر بس بدي اعمل اعلام عن كل شيء لمصالح شخصيه ما عندي الا المصلحه الوطنيه اللي كنت هي الدافع لإلي رغم هالشيء انا حربت من وقتها فهمت انه نحن رايحين الى الى الهلاك بس ما بتعتبري انه نجحوا لانك وقفتي برنامجك يعني ما كان لازم تكملي كملت تتحديون؟ كملت مش انا وقفته وقفته المحطات محطة المحطه تلفلت اللي وقف المحطه تخاف مش انا م. انا ما خفت كل المحطات اللي اشتغلت انا في بروجرام مخافه. في بروجرام قالوا وقفي هلا اليوم ممنوع تلفلي صاحب المحطة وقال لي ممنوع تكفي مع هالإنسان مم. قلت له بدي كفي شو ما صار مع ضيف يعني لك مع مين كان مم. مع السنيورة وقتها مم. تخبرك يعني شو أنه كان مع السنيورة قال ممنوع تكفي المقابلة وكنت بالأم تي في هاي معلومات عن بعض قلت له بدي كفي قال ما فيك قلت له بدي كفي الحلقة ما رح وقفوا. رجعوا قبلوا إنه كفي الحلقة طبعا هاو كلهم قصص تاخدي بدفع تمنهم بالآخر مم. يعني وبعدين في أمور شخصية وناس عندهم طموحات انه ياخذوا محلك و... بس ليه وقفت اخر شيء؟ انا يعني كيف اخذت القرار؟ أسبق... اي يوم وعيت انت انا ما بقى بدي اعمل برنامج لا مش هيك انا تحاربت ممنوع انه حدا يحكي معي بتوصلي لوقت كل محطة فتحة لها مصالح خاصه بتفوتي عم حتى بتلاقي حالك انه انت بدك تشتغلي يا بدك تشتغلي لصالح هدول يا انت ما فيك تكوني حره بتمارسي هذه الحريه قدر الامكان بس بتتعبي بالاخر ما فيك تضلك عم تحاربي من برا وجوا بدك تحاربي على الجبهتين بدك المحطة تكون معك وداعمتك وحدك وقبلانة بخياراتك وقبلانة بحريتك تقدر تكفي ما فيك تقولي انا بدي كفي بس عم بيحاربوني من جوا ومن برا انا في محطه كان يحاربني المدير الاخبار فيها إيش. وانا عم بعمل برنامج سياسي برنامج سياسي عم بيحاربك الاخبار كيف تصريح بس اليوم كل المحطات بتستقبلك ليه ما رجعتي كل محطه عندها الانكر تبعها عندها حدا هو اللي عم بيقدم برنامج سياسي واللي بيقدر انه يعني يتجاوب مع رغبات المحطة مع الموانع مع المحرمات مم. الى اخره يمكن انا كانوا يحسوا انه ما بيقدروا كثير بس اليوم اذا في محطه بتتصل فيك وبتقليك بدنا اياك تعملي برنامج، بيكون برنامج شو؟ بيغ... هيك بتعرفي بيغ... انا صرت ميشيل فضل البرامج اللي فيهم فكر وثقافه، انا كنت اطرحها من زمان، قبل ما يبلشوا اي هيك برنامج، انه مقابلات مع مع مفكرين مع مره عملت حلقه ما لها علاقه بالسياسه، كانت انجح حلقه مم. بالحكي بيناتنا، حكيت عن قوه الانسان بدماغه، كيف دماغه، مثل طلعوه بعدين ذا سيكرت صح بس الكتاب كنت عم قبل ما يطلع هذا قبل عم خبرك عملنا بهيك حلقات عملت حلقات عن البسيكولوجي يعني نفس عملت حلقات اجتماعيه مم. عملت حلقات طبيه آه كنت اول من عمل حلقات عن التجميل اول من عمل حلقات عن الشذوذ الجنسي عملتها باول يعني مواضيع اجتماعيه اجتماعيه أكثر. بس مهمه كنت اطرح سؤال وشوف الناس عم بيجاوبوا ويصير في تج... يعني العالم تتجاوب معك عملت حلقات اقتصاديه كتير حلوه مصرفيه مم. وعملت حلقه يعني كلها غير السياسه طبعا هلا كلها هيدي انا بحبها لانه هيدي بتطرحي مواضيع وبتتناقشيها بطريقه حلوه وعذبه وقريبه بتسقفي الناس م. يعني الناس بيقعدوا يسمعوا بس كانوا هلا رجعوا فن سياسي بالاول كانت قلت انا لا في مواضيع حلوه فينا نطرحها عملتها بالاول وكانت كثير مهمه يعني كانت اذا بدك استقطبت العالم عملت عن الزواج المدني وقت بعد مش مطروح كان بعد بلبنان عن الزواج المختلط صح. عن الوضع الديموغرافي كثير امور بال عملت عن المخابرات عملت عن الاحتيال بتحكي اليوم احتيالات بالعالم عمل ايه عمليات تحكي هلا عم بينعمل على الموضوع على نتفليكس بتشوفي كثير دوكيومنتيرات عملتهم على... كلها كل برامج وكنت اقرا 100 كتاب ثلاث كتب قبل ما اطلع على الهواء واجيب ناس متخصصين واجيب اخبار ومعلومات كانت العالم كتير تهتم نهار احد كنت اقدم يقولوا لي عم تسكري لنا الريستورانات نهار الاحد لانه كان في هو البرامج انا بفضلهم عن السياسه اللي صارت عندنا باهتي خاصة انه ما في سياسه يعني اصلا ما في سياسه مم. واصلا السياسيين اكتشفت مع الوقت انه ما بيعرفوا شيء حتى ما بيعرفوا شو عم بيصير لما كنت عم بحكي انه طلع الشيعيه السياسيه بالعالم العربي ولما كنت اقول لهم انه حش تحكوا 14 و8 والى اخره بكره جاي امور ثانيه بدها تنطرح على الساحه فما كان حدا يسمع شو عم بحكي ويقول لهم بكره الدول العربيه كلها بدها تتفكك ورح ينزلوا الانظمه احكيها قبل ما صارت بكذا سنه اي سنه كنت تقولي هيك من التسعينات قبل <تصفح> ما قبل ما حدا يعني يكون عندي حدا قبل بتلن... يعني ما صاروا الثورات وقبل ما صاروا اي شيء اكيد قبل الثورات كيف بده يقسموا العالم العربي وشو هي المخططات وكيسنجر وغير كيسنجر كان بعد ما حدا عم يحكي فيها حتى السياسيين اللي عندنا كانوا ما ما بالهم بال بالهم مين بده يقعد يربح بالانتخابات ومين بده يجي رئيس جمهورية وبعدهم بعدهم <applause> لليوم <applause> مين بده يقاتل مين واذا هيدا بده يربح لا مش هداك واي نايب بيجي وشو هن شو هو القانون اللي بدهم يحطوه وكل نظامنا بده قلبه كل نظام بده قلب عنا يعني بعدهم عم بيحكوا كانوا بالميكرو سياسه <applause> عرفت حساسه الضيعه وسياسه البلديه زهقت <applause> منهم لكن مش قادرين يحكوا بشيء اكبر لانه مش بايدهم اصلا سلمين ما حلو بيعرفوا بدور. مش بس مش بايدهم هلا صاروا يعرفوا انه مش بايدهم بالاول كانوا كانوا يفكروا انه انه هيدي هي القصه وهون بس توصل هون يعني انه لبنان هل يعود لبنان الكذا لا يجب ان يتفق المسلمون والمسيحيين والكذا وكذا هو بالاخر مش هذا الموضوع الموضوع هو فكفكه كل نظام هو نظام جامع مثل نظام لبنان وتشبيه أي منطقة بالعالم للنظام الإسرائيلي اللي هو نظام الطائفة الواحدة والمذهب الواحد اللي يعني هلأ عم بيعملوه صح اه؟ اليوم عندك خيبة أمل من الطبقة السياسية بلبنان؟ لا من زمان مش اليوم كلها؟ من وقت ما بلشت من وقت ما بلشت العمل شفت أنه في شيء غلط مم. أنا كنت أقرأ كتير وافهم وعارفة أنه إحنا رايحين على يعني عارفه كيف اسرائيل تتحكم بالمنطقه؟ يا الصهيونيه يعني, يعني شئنا ما بينا، هن اللي عم بيتحكموا بالمنطقه وهن عم بيولدوا بالمنطقه هالصراعات. من اول ما بلشت وشفت شو عم بيصير، حتى لما بلشت الحرب الحروب المسيحيه بين بعضها. طلعت وقلت هذه حرب على المسيحيين، لان كان بلبنان تقريبا واجه مسيحي. صح. ينفذه المسيحيون. بواسطه هالمسيحيين ضربوا الوضع بلبنان حتى يروح هذا يعني هل اللي عندك هالاتفاق اللبناني ب اذا بدك نظامه الاكثر مسيحيه تنحكي الحقيقه لبنان هيك كان مع هيك؟ صح مش هيك هلا بعضهم بيقولوا مسلمون لبنان بلا المسيحيين منه لبنان صحيح محافظه بتصير سوريه، لما ما بيصير محافظه سوريه؟ كان عنده هالطابع يعني لبنان جابوا له المسيحيين تحت يضربوه وكانوا وقتها يقوموا علي يصفوا لسيارتي <applause> ويهددوني لأنه كنت هيك عم شوف كنت عم شوف وطنيا كم مرة تهددتي؟ كم مرة كتير بمسيرتي؟ كتير كتير أول أ... مسيرة من بعض وبعدين مسيرة من بعد التاني بعدين عدة ناس هددوني مثل مين؟ يعني. أو اول شيء القوات اللبنانيه بلشوا مم. بلشنا من الاول يعني تهددت بعدين نسفوا لي سيارتي انا البرضر. كنت بعده مش دافعه حقها ايه, إيه؟ وقالوا نحن نسفناها حتى سالت رجعت حبيقه على الهواء وقال لي نحن نسفناها لان ما كنت ما معنا سالت لي حبيقه ايه سالته على ليش نسفت لي سيارتي مم. بالحكي بيناتنا بعد لا لا الحلقه اذا بدك تشوفيها وقال لي لان ما كنت معنا كنت ضدنا ببساطه يعني وقتها كنت مع مين؟ كنت مع حدا كنت مع لبنان مع الحق ما كنت معنا يعني ما كنت ماشي بال, بال... مع مين بدي يكون يعني انه مع مين بدي يكون كنت انا وطنيه شفت انه في غلط ما يعني ما كان مسموح تشوف هذا الغلط مم. مش مسموح كان تشوف الغلط شفته مش انه عم بعطي بتهم بس ناس عم بتهم كل كلهم مع ماله. بعض صراعات مع بعضهم كانت صراعات لضرب هذه هذا ال... ال... اذا بدك هذا الجو بلبنان او لبنان بنلكي وين صرنا اليوم كنت شايفه خيبت كثير يعني كنت مصدومه كنت عارفه انه ما رح نطلع من هالموضوع رح نضلنا وبعدك هيك يعني نظرتك طبعا لبنان لبنان رايح الى تقسيم مثله مثل غيره اه معتبر انه بدهم يشيلوا اجتزاء منه في مناطق رح تكون محكومه من من طوائف من مذاهب مم. مناطق ثانيه بتكون يمكن من فتحة أكتر في عندك الكانتون الدرزي اللي عملوه بالجبل نعمل وأنا كنت قارية عنه تصوري قبل بوقت شو اللي حيصير بالجبل ريتو مم. ريتو ريتو فيرو يعني هيدا بلان يلي يعني بيقلك ما في مخطط بيكون ما فهمان شي عم بيحكي بس بلان. في كثير ناس بيقولوا انه ما في يتطبق التقسيم بلبنان يعني في اكثر من طرف بلبنان حاكم ما حيقبل بالتقسيم اه بحس نحن عم ما بدنا بصير انت فكرك انه نحن اللي احنا قررنا وعم نعمل لا ما في تقسيم في اجتزاء مناطق م. وفي مناطق بهيمن عليها جو معين تعرف انه بالجبل حرب الجبل اريد سوف يذهب المسيحيون الى الجبل اسمعي مسيحيون يعني المسلحون مسيحيين مش نحن انا وياك يعني انت ما كنت بس مسيحي مش اهلك يعني. سوف يذهب مسيحيون الى الجبل ويستفزون الدروس في منطقه الشوف وعلي وبينتصروا عليهم الدروز، مم. بيكونوا مسلحين، زيت الناس اللي عم بتقول لها وطلعوا عم كانت عم بتسلح الم... ما يسمى الاشتراكيين يعني الدروز ويضربوا بعضهم. بينتفضوا الدروز لكرامتهم، بيعرفوا انه الدرزي ما بيقبل انك تفوتي تستفزيه او هيدا وينتفضون وينتصر الدروز فيعود المسيحيون منهزمين الى منطقه دير القمر. عم بقول لك شو قريت؟ وهيدا للتاريخ هي قبل ما يطلعوا على الجبل انتبه يعودون بكمية بي مع الناس يلي رح يروحوا يقتلوا منهم هيك الى منطقه دير الامر بس كيف قريت يا عندك اجى لحدا جاب على الاذاعه تقرير كبير مم. مش بس عن هاي حتى عن كل الحرب كيف بدها تبلش بالعراق وب بس من وين جابوا هالتقرير؟ وين بده يكون اول مين بيعمل هيك بلانات؟ جابوا لي ما بعرف حدا مم. قال لي في تقرير شفني بدنا نعطيك اياه مقلب الاذاعه كان يجيني معلومات قبل بقد من مصاري 80 ب 83 صارت يمكن هي مم. انا ب 82 جبت قبل بسنه تقريبا مم. بعدين وعندما يعودون انتبه بعطيك شو شو قريب. يعودون الى بينزلوا من منطقه منطقه دير القمر ويؤخذون يعني كناس مهجرين المهجرون الى الاديره في المتن وكسروان ما بقدر انسى هالموضوع طلعت هيك في المتن وكسروان ها وبعد ذلك بصير في صلاح فيعود المسيحيون الى الجبل ولكن بكميات قليله تحت الاداره الدرزيه هيك مكتوب بس ما حدا طلب منك من وين مصدر التقرير ما حدا ما قلت لحدا لما انا شفته ما حدا راح اختفى رجع من عندي ما بعرف كان عم كان يجيني تقارير تقارير وليه ما نشرتي ما مكتوب مين عمله تقرير كيف بدي انشره؟ كيف بدي انشره؟ كان موجود بعدين بيقول لك بعدين بعدين بيقول اما اما بلبنان اما في المنطقه فسيبرز ال يبرز تبرز قضيه الشيعيه مم. لما كنت احكي فيها قبل يضحكوا انه شو بك عم تحكي لحيت هلا في ناس بيقولوا لي كنا نقول عم عم بت هلوس <applause> سيبرز بس قبل ما نكمل بتحب نزيد النار اكيد سقعت. اكيد 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 مع انه انا حديثي حامي بس ايه. قوي <applause> لي بالنار بتحب النار كتير مم. كتير حلو مع انه برجك مش نار بس هوا مش حلو انا النار, ب... النار. <applause> مش هيك بيتفقوا الناريه والهوائيه مع بعض انا بس مين بيطفي النار المي اي حدا من برج مائي بيطفيك انت انا نار لانك نار بيطفيك طيب. كنا هيك عم نحكي شوي خلينا هيك اسالك سؤال نرجع شوي على الاعلام اليوم شو رايك بمشهد الاعلام يعني كيف توصفي بدي كفيلك بس هون ميشيل اللي قريته عن كيف بيطلع العالم لما لما صار هالشيء كنت عم بقرا منيح شوي قالوا وسيبدا تقسيم الشرق من افغانستان باكستان والعراق مم. العراق للشيعه كنت عم بقراهم عم بقول للعراق للشيعة مشان هيك بعدين بمقابلاتي مع عراقيين سألتهم على الموضوع الوجود الشيعي في العراق قال م. إحنا البعث ما بنحكي بوجود مذهبي قلت لهم ما بتخافوا أنه يصير في انتفاضة شيعية لقد ما قريت قد ما صار عندي إذا بدك بس مين كان يسلمك هون ما بتذكر أنا كنت بالإزاعة كان يجي تقارير في تقارير كان قدامي هلا مين بعته مين لقيه ولا نسيت يمكن حدا من المندوبين شايف تقرير بشي محل وجيبوه هلا ما بقدر اعرف مش متذكره مزبوط لان وقتها ما كنت مهتمه كنت عم بقرا شو عم بصير شو بيجي عندي تقارير عم بقراهم كنت مديره الاخبار بتعرفي وما كنتوا تستعملون بال لا كيف بدي اقول انه هيك رح يصير وبكره رح يجوا يعملوا هيك وما هذا شيء عم تقري ما ما كان بعد عم بلش يصير بس كنت عارفه قبل بوقت شو بده يصير بالجبل ايش ومشان هيك في كثير انا نحن اصلا من علي يعني منطقه من سوق الغرب من منطقه علي قلت لكل ال... اللي بيقربوني ينزلوا ينتبهوا اه نبهتهم قبل ينزلوا لانه صار هيك يعني هيدا اللي صار تنرجع على الاعلام م. اليوم كيف توصف المشهد الاعلامي بلبنان؟ فوضى م. فوضى وارتباطات و... و... ارتباطات و اه... يعني عندك عندك ما تنسي عندك بعض المخابرات بعض الهيدا عم تستعمل بعض الاعلاميين طبعا مش الكل حتى ما اكون انا ايه انت ما لا مش عم بعض الاعلاميين بمناطق معينه بوقت معين لاغراض معينه, معينة وموزعينه يعني ال... الوقت صارت الثوره بلبنان المحطات كانت عم تشتغل لتنفيذ اجنده تنفيذ اجنده هدم انا بقول البلد هذا هدم البلد انت بتعتبر الثوره كانت هدم طبعا للبلد؟ طبعا. ليش؟ شو ليش؟ شفتي شو صار وراها؟ شوفي شو صار وراها بس هي من ورا الثورة أو من ورا الثورة هي كانت لوين وصلونا؟ لا لا الثورة بس شفتيها مم. فهمنا إنه هيدا المشهد اللي شفتيه بكل الدول العربية إلى ما إلى ماذا أدى؟ فليسقط فليسقط راح الأنظمة راحت الهيدا راح البلد وين وم... ما أنت شوفي شو صار مع غيرك بسوريا بالعراق بمصر مصر قدروا بعدين يعني زبطوا شوي الأمور بس العراق بس كان شو صار أصلاً فيها ليبيا شو صار صديق. فيها حبيبتي ايه بس شو كان في كان حتى البلد يلي ما كان في العراق شو كان فيه؟ بس ما صار هيك و... بلبنان، إذا بتلاحظي يعني ما كملت الثورة ما أعطت نتيجة مثل بتونس مثل بهيبيا المهم مثل... كان الهدم، المهم شو صار؟ صار في هدم مصرفي، صارت المصارف إنه ما بقى في مصاري، هدموا بعدين إجا البور، يعني إذا بدك كانت هي مش هو الثورة اللي عملت، هي إذا بدك الرمز، الرمزية تبع أنا بس شفتهم نزلوا إلى الشوارع قلت إجا دورنا مثل ما صار بغير محلات ما بدك تشوفي سلسلة القصص اللي صارت تستنتجي توصل شفتي انه بلش دور لبنان بلش دور لبنان حتى نوصل الى ضرب النظام اللبناني غير محل غيروا غير محل ضربوا النظام بطريقه معينه نزلوا الرؤساء بس بقينا نحن النظام عنا وين شو في بعد السياسيين هن آه حكمين بس شو عم يعملوا؟ ايه بس شو صار فيكي نظام المستشفيات روحوا لكيها اياها نظام المصارف شو صار لبنان شو معتمد على الرئيس الجمهوريه معتمد على الخدمات على المصارف على, الـ على, الـ على السياحه بس على المصارف مين التربويه شوف التربيه بلبنان كيف تغيرت مم. يلي يلي عاملين لك البلان, البلان البلان بس قصدي مش السياسه الماليه اللي الحكومات اعتمدتها شو اللي كانوا عم ايه بلا, مع مصر, مصر, في مصر مع المصارف اللي وصلت مزبوط لهون مزبوط ما هن بلشوا لك اياها من زمان مش هلا هي ما هلا مش امبارح انهدمت بلشت تنهدم التسعينات م. مش من هلا سياسي انا من زمان انا عملت مقابله مع الرئيس سليم الحص الله يطول بعمره شو قلت؟ قال لي قال لي اذا بتضل السياسه المصرفيه هيك نحن واصلين لافلاس يس. والجنرال عون قبل كمان قبل ما يجي كان بعد برا عملت مقابله قال لي هيدا شو النظام اللي عم بيصير قبل هيدا شو النظام انت عارفه انه هم بعد بحطوه اوقات ما هيدا المصاري مني ومنك رح يروحوا بده يروحوا لانه هيدا نظام غلط يعني الاستدانه والفوائد العاليه كانت كانت اذا بدك دليل على انه نحن رايحين الى كارثه مالية وكارثة مالية وكأنه في الأفلاس هل وصلتنا للأفلاس مش الثورة لا الثورة الثورة كانت إذا بدك مثل ما قلت لي كانت إذا بدك المشهد السينمائي يلي بده يقول نحنا رايحين مش الثورة بدها تروح بس هيدي الثورة شو عملت شو بتعمل كان بينزلوا يهدموا ما بدنا هيك مشان كان مشان ال عرفت أن سبب لسبب كانت إذا بدك هيدا شو كيف في سميلك آه 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 اوقات بتشوفي صوره بتقولي هالصوره دغري بتوصلني لهون هذه الصوره هي الصوره يلي بتوصلك لهدم نظامك اللبناني اذا ف... مش هذا هلا ما عندك رئيس جمهوريه ما هيك ما في شيء هلا شو في بلبنان هلا لا في رئيس لا في لا في لا في مؤسسات عم تشتغل مم. مثل ما لازم مؤسسات مهتريه مزبوط او لا المصاريف مصاري تبع المودعين منهم موجودين شو في؟ أكثر من ذكرتيني. هيك هدم شو بدك بعد؟ ذكرتيني بشيء هلا بزيارته الأخيرة صارت الحريري بذكرى والده استشهاد والده كان عم بيقول بلقاء خاص ثائبت امبارح عم بحضره شو عملوا جماعة الثورة فكان في بتعرف الناس بعلقوا يعني قالوا له قالوا له إنه جماعة الثورة جابوا 13 نايب إنه بلا تمويل بتاعتنا انه طائر أيه يعني لا بلا في تمويل جابوا جيب كل لا, لا في بس تمويل الفكره دي تمويل اكيد ما إيه إيه حدا بيجي بلا تمويل بالتمويل انه ما في تمويل دولة مثل ما كان شيء أه تمويل على ايام من قال 14 و8 أه أه من قال أه بس تكمل السؤال وبيقولوا وبيقولوا له طب وانتم شو عملتوا؟ يعني انتم جيتوا كلكم كان عندكم 40 و30 نائب ان كان كل الطيارات السياسيه ما حدا رح يعمل كلهم ما رح يعملوا التغييريين وشو عملتوا؟ التغييريين صدقتي هلا التغييريين رح يعملوا شيء يعني نزال كل واحد ماشي مع حدا معين يعني ما بتأمن بهال 13 أغنية بالجداد لا لا لأجهور. ما بامن ما بامن بلبنان كله اللعب اللعب مش بكل شيء عم بيصير بلبنان هلا هيدا قوية الجملة ما بامن بلبنان هلا لبنان اللي عم عم بتشوفيه مش لبنان هيدا هيدا هيدي اذا بدك منطقة بدها تروح لمكان اخر هيدا عبور الى محل تاني بس ما بتعتبري انه هالناس اللي صوتوا هيك بطريقة مستقلة وطلعوا طلعوا نواب ما بخص الناس لكن الناس ما بيعرفوا ما عم بحكي عن الناس طبعا الناس عندهم طموحات بعدهم عم بيتفاقوا طلع واحد طلع شيء مهضوم بوست انه المن هو اللبناني اللبناني هو المحبوب دوليا ما بعرف اذا دوليا المنهوب ماديا لا ما شفته اجت على هيك منهوب ماديا المحبوب دوليا الـ الـ هيك الى اخره اخر شيء والذي رغم كل هالشيء يعني راح ما عنده شيء رغم هالشيء متفائل مستقبليا يعني بعد لبنان يعني ال 13 نائب الجداد ما بتامن فيهم وال 120 نائب ما, ما بتامن فيهم؟ يعني حبيبتي مش, مش ما بامن فيهم اول شيء انا ما... يعني ما, بش... ما فيش قصه ايمان هون تأمن فيهم ما بيقدروا بأمن... جايين ب... جديد ما ب... يعني لا لا ما, ببي... ما بيقدروا ليه؟ بهيدا النظام اللي انت فيه حاليا يلي يعني هو نظام متعثر م. نظام مفكك شو بدهم يعملوا هني؟ ان شاء الله تجيب 100 مش مش 18 بس ليه قلت في تمويل اكيد في تمويل, <applause> تمويل شو من مين؟ تمويل منه؟ من دول بالنسبه لي طبعا العليم. طبعا ما في شيء بيجي بلا, بلا دول حطي براسك شغله ما في ثوره بتصير بلا قرار خارجي او قرار مؤسسات كبير يا جيش يا مخابرات يا كذا هلا انا وياك تعي نعم نقول ننزلوا يا ناس على الطريق يا مودعين ما حدا بينزل لانه ما في وراها انا كنت بالجامعه انه اي حركه شا... بالشارع هي حركه وراها آه مؤسسه او مخابرات بس بلبنان عم نحكي وين ما كان بالعالم لا بفرنسا ما بيكون في دائما ال... قال... مين مش دائما مين قال اليوم مين في ورا مثلا حركه الجيلي جون بفرنسا شو قولك؟ امريكان <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني اليوم أنا بس كنت كل ك... ك... كنت عارفه يعني كل ما ما, في... ما بده يعمل جيش اوروبي قالوا له خود م. نزلوا كسروا له الدنيا وقف هلا وقفت جون يعني بالنسبه لي كل مظاهره كل بكل صورة, العالم بكل العالم في بلد ثاني في حدا نفيت يا مخابرات يا مؤسسات كبيره يا آه، أنظمة مهمة يا قوى بالتاريخ كمان يعني مثلا مثل الثورة الفرنسية ثورة فرنسية أكيد لك شو ثورة فرنسية هيك طلعوا وقعوا على يعني بكره وصار في ثورة ما بتآمن بالثورات بلا بآمن فيها بس بيكون فيها وراها محرك في ثورات في وراها محرك مم. مش إنه هيك ثورات جرب جربوا هلا قولوا انزلوا إلى الشارع بدنا ندافع عن ما حدا بينزل بدك بدك تنظيم بدك بدك يعني شو بسموه منطقة <applause> حركة على الأرض بدك م. حتى يصير في شيء اسمه اسمه ثورة أو يصير في آه... يا قلت لك بشو ما كان لحالك هيك لحاله ما بتصير بدها تصير على مستوى قوى فاعلة هالقوى الفاعلة بدها تكون مهمة من عقلك أنت هلا كمان بفرنسا جيليجون جون هيك لحاله من دون شيء وراهم حدا وراهم ودعمه لا في حدا دعمه وأنا أكيد إنه في حدا دعمه بس يتحرك رئيس رئيس دولة حتى براسك اي شيء بالعالم وهذا الشيء لازم نعرفه ما بيصير على صعيد فردي او صعيد الشعب يقوم الشعب يريد ما في شيء اسمه الشعب صدقيني ما في شيء اسمه بس مشان الثوره الاوكرانيه وقتها تشوف الشعب قد يتحمل تيقد قدام قدام اشخاص قد وقفوا بالبرد اوكي 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 في وبعدين بس الحرب الاوكرانيه مش الشعب عملها الثوره عم بحكي الثوره قبل الحرب قبل الحرب بتصير, ثوره في حدا بحركها للثوره في حدا بيجي بيعطيك شعارات حتى الشعارات اللي بتشوفيهم بالثوره بالمظاهرات هي شعارات معموله مكتوب منزلين لك اياها المخابرات نحن صار بلبنان الثوره بتعرف شو كانت الثوره فوضى نزلوا وسبوا فتحوا الميكروفونات فتحوا الميكروفونات وخلي يهدموا الدنيا كلها كسروا هالبلد نزلوا يا الله ابو سعيد ابو سليم ام جميل تطلع تحكي البدية بس كان في كمان شعب مؤمن بده يخلص من انا معك بس هالطريقه باللي صارت بالاعلام استعمل الاعلام كوسيله يعني انت برايك الاعلام كان عنده اجنده لا مش عنده اجنده تابع اجنده اه بتحق اجنده كل الاعلام هي اللي نزل ايه اللي عمل شو لك شو اكيد اكيد في اعلام بالعالم بيفتح ميكروفونات على الطرقات انا عملت برنامج اول برنامج اون ديريكت سياسي يطلبوا مني لك من امتين بلشي على كل حال اعطيكي فكره لك من امتين بلشت الاجنده تشتغل بالتسعينات انه افتحوا الاسئله للعالم قلت ابدا ما بفتح ميكرو ليه؟ شو بعرفني شو ليك انت قاعده معي انت سياسي قاعد معي بيطلع واحد ضدك بيطلع بسبلك لك على الهواء شو رايك لا اكيد بدك طب مسؤوليه مين هاي مش مسؤوليتي انا كمقدم برنامج قلت له لا بيجي اسئله انا بعملها فيلتراج مره طلع لي في قاضي تحدي قال هذا الحرامي الجالس الى يمينك بقرا هيك هذا الحرامي بتقول له انت قاعدة اللي تحدي العناد اللي بعد عيتك وجي لعندي اون ديريكت بقول لك انت حرامي؟ لا اكيد في قواعد بس انه بده يوصل كمان صوت الناس ما هيه. صوت الناس بتوصليه بس بطريقه مقبوله مم. محترمه بدون ما تهين العالم كرامات الناس كرامات الناس مش هيك بدك بتضربي بعالم بدك تطلعي عليهم اشاعات بتحطي شو ما بدي بتحطي براس الناس قصص وبتطلعيها من خلال هدول العالم اللي على الطريق اللي ما عندهم مسؤوليه 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 المحطه المحطه بدت كانت ولا مره شاركتي بمظاهره لبنان اعوذ بالله, بالله. وخمسة. لا بال2005 لا بال ما بتشاركي بكل مسيرتك ولا مرة لا ما بصدق فيهم بعرف وراهم في حدا مم. حتى ب 14 اذار 2005 إيه إيه مع انه كنت انت من الناس اللي النظام السوري آه ايه 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 حاربك اعلاميا ب... ايه بس انه هيدي ما كانت رح تعمل شيء يعني بدي انزل اعمل فيها ما كان يلي هو كان النظام السوري نزل عمل 14 ما هن كانوا النظام السوري مين كان 14 ميشيل معلش رح تقروا ذكانا يعني ما كانوا يلي هن عند السوريين ليل مع نهار نزلوا عملوا الثوره ال14 مش كلهم في كمان ثلاث انا شفتهم من اللي كانوا عند غازي كنعان كل نهار مع الاوحين نزلوا يصرخوا انه ضد النظام في جزء بس في جزء لا كمان جزء لا, لا. لا انا معه الصحفيين كان في حمي لأ... انا معك آه. بس انه بالاجمال مين اللي نزل وعم بيصرخ ويعيط ويعمل ما انت المستفيد هو بيرموا البارود من محل م. لمحل ما بامن فيهم انا ما بامن يعني نزلوا على الطريق يصرخوا ويعيطوا ويرقصوا ويدبكوا وهني اكثر ناس استفادوا من النظام السوري شيء لك اذا بدي اعطيك اكزامبلات انا مشكلة صارت معي انا بالتلفزيون معين لانه غازي كنعان هلا بخبرك قصته مم. شو كان قلت وشو صار عن القصة لأ. لانه هيدا. غازي كنت مهم كثير بمسيرتك مش عاجبه كان شو عملت وهيك وقتها وصار. شو عملت بس هددني بالقتل اه وقتها شو عملت بس اللي ما وقتها بيعرف القصه وقتها كانت الام تي في عامله مسابقه مم. يلي بيعرف مين اول وزراء اكثر عدد وزراء بالاسماء باول حكومه للرئيس لحود بيربح سياره اوكي قمت انا على الام تي في قلت له طلع هيدا المسابقه بالام تي في يقال بالشارع ربح السياره غازي كنعان اكثر واحد بيعرف مين جاي من وزراء قمت انا خبرتها على خبرتها بطريقه كذا كل اللي قاعدين معي ما استرجوا يضحكوا كلهم عملوا هيك عم ما تضحكوا حتى طلعت ما بتضحك هاي ما ضحكوا عم خافوا كانت لايف حكيت طب. لحالي بس اكلت الضرب بعدين بس كانت لايف, لايف. ايه اه. شو صار بعدين؟ صار بعدين انه ما بعرف مين حكي مع غزة كنعان وقالوا له انه انا وحده انه انا عم بتهمه انه اخذ سياره بتعرفي امم طلبوا انه وصرخ وبتعمل وبتنزل وبتكون شلوه وطلبوا انه انا فل بس يا لي مشكله اداريه ما يقولوا انا فلت ما اطلع بطله يعني. لي مشكله اداريه. شو مش ضد السوريين؟ طيب يا اخي ما انتم ما انتم اشتغلتوا معهم بالاول. شيء شيء مؤسف ومخجل بهالبلد قديش الناس بيقدروا انه يلعبوا ادوار ويمثلوا ادوار ايه بيستفيدوا من اشياء هني كانوا مستفيد يعني ضد اشياء كانوا مستفيدين منها بيستفيدوا من وضد، اما الناس الشرفة فهن اللي بياكلوها بالاخر بلبنان ايه بلبنان ايه بلبنان انت بتعتبري انه الصغير العباره اكلتيها بالاخر عم بستحمل عبارتك أكل اكيد اكيد بقيموا ضدي يعني وين ما كان وين ما روح يعملوا يعملوا لي مشاكل يعني هلا في امور ناسي الحركه شو اكثر شيء ضايقك ضايقني انه صار في صار في اتهامات لالي بامور انا بالنسبه لي مبدئيه انه انا قبضت مصاري ما ادري على شو بال هيدا كان يطلع عليه 70 دولار قال وانا كنت اخذ الف الدولارات على الحلقه طلع انه انا قال بهدول اللي بيعملوا الاحصاءات وهن ترجوني تعمل الاحصاءات ما كان بدي اعملها بدي اتاكد انه الاحصاءات صح وما يصير في غلط والى قال عم باخذ انا براني طبعا لا يعني اكيد <applause> مش مش طبعا لا يعني ما تواخذيني لو وقع نصي ما بلمه نصي ما بلمه حكي الحال صار معي مشاكل بالبنك لما كنت اطلع شو عندي بالبنك عملوا هيك طلعوا لي مشكلة إدارية ومشكلة يعني شفت لو إجوا قالوا لي ماجي بدك تظهري لأنه عندك بهيدا كنت فليت على بدون شيء لا صار في إذا بدك بدون سبب صار في مس بكرامتي عرفتي؟ صار في صار في استفزاز لإلي هيدا اللي زي زعجني اكثر شيء غازي كنعان يعني. مش ورا ورا كيف تصرفوا معه هلا هو اكيد شو رح يعمل غير شيء يعني بس انه انه هيك صار انه انت اللي عم تشتغلي آه كنت كنت عم تشتغلي انت بضميرك يعني دفعت الثمن بالنتيجه اكيد ايه اكيد دفعت الثمن يعني انه اكيد من كذا محل بكذا طيب وشو صار بعد ما تركت بعد الضغوطات اللي تعرضت عليها من قبل غازي كنعان انتقلت على محطه ثانيه الفوتشر مم. طلبوا مني وقتا انه كان وقت الحريري بطل رئيس حكومه انا دائما انا بيجيبوني بس يكون في احباطات بالاحباط بيجي بالاحباط اول مره كنت صوت لبنان صار في مشاكل مع القوات وقتها كانوا العالم مع الجيش ضد القوات جابوني على ال بلشت بصوت لبنان يعني اول شيء ايه صوت مم. لبنان اكيد كنت بعدني بالجامعه هلا رحت على الفيوتشر بالفيوتشر كمان عملت حلقات كمان ما كانوا كثير يعني بده يكون ما ارتاحوا كثير لحتى الى ان صار في حلقه صار في عليها خلافات بين بين مسؤولين وانا دفعت كمان الثمن ما بالتفاصيل كمان القصص يعني يعني كل المحطات كنت بس فيه. عم دافع عن الضيف تبعي كنت عم دافع عن الضيف تبعي قمت انا دفعت الثمن شو بدي اعمل؟ بس يعني ما في محطة فليتة أو إذاعة أو إلا ما كان في مشكلة, مشكلة. ولا مرة فليتة بلا من الـ من الأو تي في ما كان م. في مشكل آخر شيء كنت او تي في عملت ثلاث سنين بس كمان بالداخل كانوا في يعني ضدي بعض الـ بعض الجهات ما ارتحت يعني ما ارتحت لأنه كان في ما كان في مشكلة إدارية معي بالإدارة والهذا كان كانوا أونست يعني بس من جوا ما انت بتعيشي مشكلتك وين بتصير؟ بتصير مشكلتك من الداخل ومن الخارج. جوا كان في كانت الاخبار ضدي وقتها مدير الاخبار كان يشتغل ضدي. ليه؟ لانه هو بدي يعمل برنامج مش انا. م. هني هن طلبوا اعمل برنامج وقتها طلع الوزير اللي عندي الياس ياسبو صعب الاسبو صعب واجا وقال لي انه بدنا نعمل برنامج وطلبوا اعمل اخبار وأنا انا ما بدي اعمل اداره اخبار ما شغلتي اعمل هالشيء وانا ما بدي أخد بارتي بري وهيك قال برنامج وحر وقتها سالني شو بتحب تسمي قلت له خليني افكر قلت له الحق يقال وبلشت وصار في البروجرام بس بقلب المحطه كان في ناس ما بدهم م. يعني يفتكروا انه انا جاي اخذ له محل وانا ما جاي اخذ محل حدا كنت جاي اعمل برنامج وفالي ما اصلا اخذ محل اداري يعني م. تعبت يعني انا الاداره علمتني انه الاداره عاده بتزعلك ما بتبسطك لانه الناس طبيعه البشريه للناس بيكونوا ضدك وطبيعه البشريه للناس ما بيحبوا المدير تبعهم بيكونوا ضده للمدير بالاجمال وبتحاربوا معه فقلت انا شو ما بدي انا بدي اعمل برنامج ارجع على البيت اشتغل لحالي يعني آه، عملت بل... حوارات مختلفة أنا مم. من وقت ما بدأت عملي كعالمية ولحديت ما تركت الاو تي في شو بتعتبري احلى حوار عملتيه؟ مش انه في احلى في شيء اخذ سكس كثير في شيء كنت حبه كنت مش عم بحكي لاني هلا بهذا البيت الكريم بس من احلى الحوارات كانت مع الاستاذ غسان ويني الله يرحم ترابه كان ما يقبل يطلع الا معي مم. ما بعرف اذا بتعرفي هالشي ما يطلع محل قبل ما انا اترك قبل ما اترك ما بيقبل مين ما قال له ما بطلع بس إلو انا اللي معك بطلع قال لي على هوا مره مم. قال لي انا ما بطلع الا معك مسجله يعني مش في حلقه بتذكر عملتوها هون, أو هون. لا نعم. ولا. ما عملنا حلقه هون بالمكتب وهون جوا هيك كان بفتكر بعد استشهاد جبران في حلقة لا بعد استشهاد جبران كنا بال بال بالحق يقال بالحق يقال بتذكر ما بقدر انسى كيف بكي على الهوى كيف شهق وبكي ما بعرف كأنه شيء عصرتيه لقلبي يعني صرت بهدي حالي حتى ما اقدر ابكي تيطلع يطلع ما يتهدج الصوت انا وعم بحكي غص وهيك وقال لي لما مات يعني قديش تاثر كان عم بيحكي عن ابنه كان عم يحكي اكيد عن ابنه أه ما بقدر انسى هذا الم... هذا ال... يعني هيدي ال... الصوره بعدها براسي مم. موجوده كنت حب احكي معه لان كنت حب احكي فكر سياسي حب احكي اللغه العاليه في ناس بتحكي معهم بدك تنزلي بتجربة تعليهم ما بيعلو في ناس بدك تعلي انت معهم مم. يعني هيدا الفرق بين الناس وناس حتى بالحياه العاديه صح في ناس بتقعدي معهم بتحسي حالك عم عم تغتني صح في ناس بتقعدي معهم بتحسي حالك عم عم ينزل من من قيمتك اذا قعدتي معهم، انتبهي هذا الشيء عم بقوله مم. بالاجمال كل العالم يعني انا وانت اي انسان. مع استاذ غسان كنت حس اني انا عم بطلع هيك الى الفكر الى الكلمه الحلوه الى مع صوته الحلو اللي كان وقت يحكي وبتفوت هيك تحسي حالك كانه انت عم, عم في لذه بالكلام في في نشوه انت عم تحكي معه بس في حلقات كانت مهمه لانه كانت على مستوى رئاسي مثلا مع الازافي كانت كثير مهمه وهون كمان لاستاذ غسان من الحوار مع الازافي بتذكر انه كان بده انه ابعث له الاسئله بس وصلت تعبان كثير بعت الاسئله قال لا هو ما بيريد هالاسئله هو بيريد تسالي شو رايك بهيك شو رايك بهيك شو رايك قلت له اوكي طبعا ما عملت هيك كان ديريكت الحلقه بتذكر وقتها آه... بتلفن استاذ غسان بيقول لهم دخيلكم وصلت هو تلفن على التلفزيون قال لهم شوفوا لي اذا وصلت قال لي معقوله هالانسانه معقوله كيف تحكيت معه وعجبه كثير مقطع من الحوار هلا بلكي بس المخرج تبع البرنامج يا حرام قالوا لي انه توفى بترك تياح الله يرحمه كان بغير بغير طابق ثاني يوم ما خلوني اشوفه يعني مخرج بمحل وانا بمحل دبهة هونيك ثاني يوم بيفتح الباب اللي بعدك طيبه <applause> اللي بعدك طيبه <applause> على أسئلة <applause> اللي سألتها يعني إيه ما حبني ابدا وقتها مع انه كنت عم بسال اسئله يعني حلوه وكانت طريقه حلوه والناس كلها حضرتها وإلى بس سألتها. كيف قبل يطلع لايف؟ ايه هو طلب م. قال انا بدي اطلع مع وقتها سالته قلت له انت بالحرب قلت هون استاذ غسان كان كثير كثير معجب بالجواب وقتها قال لي قلت له انت قلت بالحرب انه على المسيحيين في لبنان انه يعتمدوا ويصيروا مسلمين يعني يعتنقوا الاسلام م. قال لي ايه قلت له هل بعدك عند هذا القول قال لي نعم قلت له لماذا قال لي لانه الشرق روحه وروح الاسلام المسيحي ما بيحس حاله مرتاح بالشرق اذا اسلم بصير في عبر عن رايه بحريه بدون ما يتهم شيء بالعماله شيء بكذا بس يعمل مسلم فيه يعمل بده اياه قلت له آه أنت يعني عم تدعي كل المسلمين بالغرب يعتنقوا المسيحية لا قلت له ما هي ذاتها ما روح الغرب روح المسيحية هون كتير كتير كان كتير نعجب قال لي مش معقول قال لي كان في ربط حلو بالسؤال بس وقتها خاف أنه ما ما أرجع انتبه هونيك وهيك في شي مقابلة شي مرة صار معك شي هيك بتتذكري شي هيك للتاريخ ولا مرة مخبرتيه اثناء التصوير او شيء مضحك بالك كان كثير قصص هلا ما بتذكر مزبوط 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 بس مره بتذكر <applause> شغله ما بس خبرتها كان عندي اربع خمس اشخاص على الهواء ففي حدا كثير مهم كان طلب يفوت على الحمام فتاري الميكروفون بعده ما سكروا الميكروفون لما بلشنا قلت له اذا بعد ما رجع منبلش خذوا بس هالميله ما تصوروا هون دا كان رجع فتحوا الميكروفونات وقال احنا على الهواء بنسمع انت تكرت عم يحكي عليكم مثلا لا <تكارت تكارت تكارت> كلنا على الهواء طلعنا هيك وبلشوا الضحك قدامي شو صار؟ قلت <تكارت> <تكارت> له ولو ما سكرتوا له الميكروفون ما عرفوا انه <تكارت> ما ما فصلوا يعني وحده وحدك يعني امور كثير <تكارت> <فيل> بتصير معك <تصارت> على الهواء اذا بتتذكرها كلها الواحد يعني كثير قصص وكثير مهضومه اوقات وبتذكر بوتفليقه لما قال لي انت منك بوليس مم. انتي انت منك بوليس ليه بس ليه كانت ليه؟ الحلقه ما بعرف شو سالته قال لي انت مش محقق ها منك بوليس صار يعيط فالشباب معي كنا بالفيوتشر الشباب يلي معي على على انتي قالوا لي دخيل دخيل كنت صواب او هو كان كنت صواب <applause> لا لا هن كانوا عادين تق... انا كنت عدته بالجزائر اه كنت هونيك انت ايه؟ مش من لبنان عم تعمل اياه هو كنا هونيك. كنا هوني... ولو باللبنان كنت عي... صرخت عي... جاوبته ما قدرت قال لي دخيلك ب... بترج من بوس ايدك ما تجاوبي نحن هم بنرجع صار... ما تقولي له شيء بس بتذكر وقت قلت له وما جوبت. لا وقت صار بتذكر شو قلت له هي اول مره بقولها <applause> قلت له بتعرف تشبه طبعك طبع ضابط آه عندنا قائد جيش اسمه مش قلت لي على الهوا؟ لا ما بتذكر اذا يمكن على الهواء إما ما بعرف اذا على الهواء ولا بنزين <مم> قلت له هيدا طبع عسكري يعني هالطبع؟ قال لي لا انا طبعي طبع جزائري نحن هيك بننفعل قلت له اوكي <applause> بس بتذكر هيك بس معك حق انه بلكي في شيء دغري يعني <مم> أنه أنت مش بوريس، أنت مش كذا، ما لك حق تسألي هالسؤال، ما بعرف إيش إيه إيش. لما كان معروف مم. آه. مم. كان نرفوز. ايه وكمان مش هرعون كان معروف ايه ايه الفعل إيه ردات الفعل بس لما حتى قبل خلصنا ما يجي رئيس مع الصحافة رجع رطب الأجواء هو بوتفليقة وبعدين لما فتنا بدو يتغير كان معه كمان تي اف ان وقتها بيعملوا آه. مقابلة بعدين عزمنا على الغداء بعدين صار هو يطعميني بإيده المنصف يعني م. يعني كان عم بيجرب انه يرقع يرقع يعني. أه أه بدي اتشكرك على هالكتاب هلا بدي اشوف بالليل شو حيطلع مع السنه برجه شو وضعه لانه مبلشه عاطله كانت السنه شوفي كمان الكاركتير عندك انت الدائره الثالثه شوفي دوائر با... الدائره الثالثه بشو معروف ولح شوي انت تستغربي قد في معلومات حلوه كتير ومعلومات صادقه معلومات موثوقه كيف انتقلت من الاعلام على علم الابراج؟ ما انتقلت بذات الوقت كنا مم. انا بلشت اعمل عم بدرس كنت اعلام وكنت بذات الوقت عم بدرس ال... كنت عم بهتم قبل ما بلشت ادرس بالعلم الفلك والابراج مم. وعملته برنامج على الاذاعه بالاول صح بلشت شي برنامج اسمه الحظ والابراج بعدين قد ما طلبوا اعادته اعادته بالكتاب لانه الناس كتاب, كتاب بعد بيع بيست سيلر بالعالم العربي بحياته ما حدا شافه حتى بلبنان يعني كان اكبر كتاب ببيع شي 1000 نسخه بالسنه بعد 5000 بشهر رجعت بعد 5000 ثاني بالشهر الثاني كان كثير مهم وبلشت بعدين اعمل برامج فوق اجا هو باراليل ناس بفكروا إنه انتقلت من هون لهون م. لا بس اللي بيعرف بيعرف ما انتقلت ايه بس توقفت الاعلام ركزت اكثر على علم الفلك لا كنت بعدني عم بعطيك كل سنه كتاب م. مش ركزت صار هو لحاله بالساحه يعني هو البرنامج بالساحه ليه بتعتبري هالقد الناس بيهتموا لعلم الفلك يعني؟ والله أه انا ساهمت كثير بصير يحبوا الطريقه والمعلومات والمصداقيه الناس بيقروا بيفهموا بيحسوا بيعرفوا بيشوفوا بيقارنوا يعني شافوا كثير اوقات قديش انا علميه وبفسر لهم دائما انه لما ينتقل جوبيتر لهون هذا بيعني هيك وسنه ال 2020 قلت لهم هي اسوء سنه رح تمرق على العالم لان كان في اربع مربعات بين الفلك وحكيت عنها مع انه الكل قالوا هي سنه بتجنن قلت لهم هي اسوء سنه وقتها صارت عندي سنه الكوفيد كغلونة. واللي صار وقلت انه العالم كله مش منطقه وحده رح يشهد اجواء كثير معاكسه بسبب الفلك قلت امتين تعتبري انه علم الفلك فيه اقل وجع اعتراض من وقتها كنت بعالم الاعلام؟ طبعا طبعا حتى هلا ما حدا طلب مني مع الكتاب جارانتي اضمن له اضمن له شو عم بيكتب فيه ما حدا طلب مني ايه بالاعلام عنا بلبنان وجع الراس بمحل ديمقراطي ودول متقدمه ما فيها وجع راس فيها بالعكس فيها كنت انا كثير ارتحت لانه انا ما التزمت مع حدا وما انبعت لحدا وما خفت من حدا بس بلبنان مش هيدا المطلوب بلبنان يلي مثلنا يلي مثل الكاركتير عندي ومثل اذا بدك انا بقول انا ما بعرف اذا احكي عن حالي الشفافيه والمصداقيه مش مطلوبه امم كنا عم بيقول سركيس نعوم بالجزء الاول من من الحلقه اللي عملتها معه ببيت الشاعر انه اليوم بلبنان في لسوء الحظ بيعتبروا انه بحبوا دائما هيك الجيل الجديد بلكي كمان لكذا سبب منهم بلكي كمان قصه بادجت يعني كمان صراحه كل شيء ممكن عم بيقولوا انه بتشوفي بالخارج انه بالعكس الاعلام كل ما تقدم بالعمر طبعا بصير عنده برنامج م. اهم بيعطوه لاري كينج بعده كان على الساحه باربرا وولترز صح حتى بفرنسا يعني كانوا كلهم لانه كان عندهم نضج كلير شازال كل وغير كلير شازال كمان عندهم ميشيل دروكير يعني بيبقوا ايه. سنين وسنين ايه لانه هدول اللي بيكون عندهم هدول هدول مخزون صح. قوي هيدا عندهم مخزون هدول يعني مش مش شغله هيني بس بدك تشوفي اذا مطلوب هيك بتعتبري بلبنان مش... إحنا صرنا بعصر التفاهه هلا مم. العالم كله صار تافه حتى ال... حتى السياسيين بلشوا يصير كانه في شيء بالعالم عم بيبرموا الناس نحو التفاهه مم. نحو الابتذال شوفي شو عم بيصير بالعالم ما ب... بقى عندك العصر النهضه القوي يعني انت هلا عصر الانحطاط مم. عصر الانحطاط بس تعتبري انه مثلا بلبنان صارت اكثر قصه انه أنه مثلاً في في معيار بهمهم الواحد يكون ش... بهمهم الشكل أولاً بهمهم بيهمون... معي سخافة سخافة حتى صحيح. عند الرجال بتحس أنه سطحية أنه بخافوا من من تقدم العمر بأنه بده يضل صورتهم مثل كأنه عمره 30 سنة على التلفزيون هلا الصورة صارت هي العالم صار ماشي نحو هي الجناس و... يعني إذا بدك في صار شيء بالعالم شائع انه لازم تكوني شابه ما تكوني متقدمه بالعمر مع انه انت بالنتيجه بدك تسمعي المضمون مش الشكل صح. المضمون هلا الشكل المهم يمكن يكون مرتب بس المضمون هو المهم انا اذا بدي اسمع حدا شاب وحلو وتافه وسخيف شو بدي فيه مم. بدي اسمع انا حط اللي عم بدي أحط على التلفزيون حدا عم بحكي معه بدي يكون عم بختنى انا وعم بسمعه وعم بغني الناس اللي عم بيكونوا عم بعليلهم مستواهم عم بعليه اللي لعنده ما بدي انا انزل لمستوى الناس اللي بدها تشتك تش حتى تنبسط يعني انه كل شيء له شيء بالحياه برامج سياسيه وبرامج ثقافيه بدها ناس عندهم نضج عندهم مخزون ثقافي عندهم باك جراوند باك جراوند ما بدك تجيبي حدا ما معه خبر شيء مم. بس لانه شكله حلو او لانه بنت اجريها حلوين مثلا لابسه ميني جوب انه هيدي مش, مش بس عم بقول لك نحن بعصر التفاهه نحن بعصر السطحيه وكانه حدا ورا هالشيء مطلوب هيدا الشيء بكل المجالات أنا. كل شيء كل المجالات كل المجالات اليوم ما جي فرح وقت تطلع على المراية شو بتشوف؟ هي شو ما بحبها لها المراية سائلة عم بتخاتير المراية ما <مزيد> <مزيد> بطلت بحبها ليه؟ مو عارف انا ما بطلع كتير 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 يعني اذا بدي اطلع ومش مبسوطة ببرم بعمل حالي مش شايفتها ليه؟ مع الوقت بتعرفي في شيء بتفقدي مع الوقت شوي شو, شو, شو. فقدتي مع الوقت؟ بتفقدي هيك النضاره، بتفقدي انه انت فيكي تطلعي بلا ميك اب مثلا، هلا انا بطلع بلا ميك اب بطلع ما فرقني معي بس مش فرقني معي بكون الشكل كتير بس بطلع يعني مع انه كلهم بيقولوا لا او لازم والى اخره بس انه بدو وصغيره ما ما هيك ما بحاجه لشيء، تطلع بالمرايه بعدك مبسوطه، بعدك متفائله، بعدك حاسه انه الدنيا حلوه بعدين بتصيري مع مع النضج ومع التجارب بتعرفي انه مش هالقد الدنيا حلوه قد ما انت كنت مفكره والمرايه كمان بتاكد لك هالشيء بتصير يمشي المضمون مع الشكل مضمونك بصير اكثر اذا بدك اقل تفاؤل اقل ثقه والشكل كمان بيمشي معه بيتزامنوا مع بعض اليوم تبغي الدنيا مش حلوه شريره أنا بقول العالم محكوم بالشر والغباء يش. في شريرين بيمشوا الأغبياء <applause> والأغبياء بيمشوا وراء الأشرار لأن م. الأشرار كذبين والأشرار مفتنين والأشرار أقوى م. من الصادقين بتعرفي أنه كل شيء كذب الناس بيحبوا أوقات الكذب أكثر من الحقيقة صح الكذب بيمشي بسرعة بقولوا الحقيقة <applause> بتجرح الحقيقة بتطلع بال... على الدرج الكذب بالأسانسور يعني الحقائق بس تقولي شيء شائعة، قولي حيا الله شائعة، حيا شائعة بتمس بحدا وشريرة، بتشوفيها انتشرت. قولي فلان خير عطى مصاري، ما حدا بيحكي فيها. قولي فلان سرق مدري شو، مش هيك؟ سرق بنك مع انه هلا عم بيقولوا تا ما لازم تسرق بنك، لازم تدير بنك، بتصير غني أكثر. بس اليوم قولي فلان عمل شيء، بتحسي كل العالم حكيت عليه يعني وكل العالم اهتمت بالخبر. شوفي قديش الشر بيحكم الخير والناس عادة ما بيفكروا كتير يعني الرأي العام بتعرفي عرفته بغلن اسمه الرأي العام <applause> الرأي العام يمشي ورا الإشاعات ورا البروباغاند يلا كبي بروباغاند على ناس ومشيها بيمشوا كلهم وراها ما بيسألوا إذا صح أو غلط ما بيحبوا يسألوا وخاصة بس يكون فيها شيء مسيء العالم بحبوا الإساءة في شي مرة أتزعلني. حدا في شي مرة حدا قال شي جرحيك جرحني أه بالإجمال إيه وقت هطلعوا عني هيك أخبار بتليك إنه أنا ما بعرف شو عم بستفيد من شي أكيد انجرحت صرت أبكي لأنه أنا مش هيك لأنه إنسان بيزعل إنه عم بيظلم الإفتراض ظلم أنا مم. إذا حدا نظلم قدامي بهب دافع عنه حتى لو ما خصني يعني ما بهمني إذا حدا مظلوم بيقتلني من جوا بيحرقني يعني حدا مفترى عليه جن يعني لو بدي يكون عدوي مفتريتي عليه بوقف معه م. بقول ما ما لكم حق يعني انا كثير بحب الحق والحقيقه وهيدا مشان هيك انا اشتغلت بالاعلام يعني البحث عن الحق يعني نشر الحق نشر الحقيقه هيدا من جزء من اذا بدك من طبيعتي من 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 هواجسي اذا صح التعبير وهون بتكوني خياراتك، إذا اخترتي مزبوط شيء بتلائم مع طبيعتك بتنجحي، وإذا لأ أنا لو اخترت أعمل مثلاً شو بدي أقول لك شيء ثاني شيء مديرة أو شيء مكتب بفشل، فوضوية أنا يعني. ما بحب الإدارة ما بحب ألف بس ما بحب دير عرفتي أو ما بحب نظم صح ما بقدر نظم ما شغلت التنظيم عرفتي؟ كنت فشلت يعني كم مرة تعرضتي للخيانة؟ <applause> كثير أوقات كتير حتى صرت مقتنعة أنه الحياة هي مجموعة خيبات مم. مجموعة خيبات بيخيب ظني كل مرة بحدا وبشي بتتأملي أكثر ما بتكون الحقيقة بس أكبر خيانة أكبر خيانة جرحتني بالعمق وبتبكيني لهلأ كل يوم هي خيانة الصديقة اللي كنت مفتكرتها أخت وسرقت لي أموالي ييف. من البنك طلع القرار الظني هلا كلهم عم بيسالوني شو صار لا حكيت عن قبل طلع القرار الظني وهلا في محكمه أشوف شو بده يصير بصوره بارده باجرام بارد هي قاعده ببيتي مع وكاله وكاله ما كنت مشان البنوك مش عارفه انه البنوك ما بيسالوني يعني اخذت هالوكاله وصرعت تسحب الاموال ورا بعضها من من الألوف. حسابك من حسابي حتى صفّطوا على الاخر تقريبا بس البنك ما بدأ يتاكد معك بنكين ما تاكدوا ما تلفنوا تفوت تمثل عليهم تقول لهم جبت لكم هديه وهي عم تلفن لكم وتسلم عليكم والى اخره آه اذا بقليك انه انا كل يوم كل يوم كل يوم ببصر هالشي بنومي كل يوم اكيد واحد جدع عمره بناخذ منه وشخص كنت حبه كثير كثير كان صديقة يعني لالي 30 سنه إيه؟ صديقة يعني ما بسافر بلاها ما بنعمل أكل بالبيت إذا هي إلا بتاكلها ما بدي سمي بيجي شي نهار بس طلع القرار الزندي أنا قالوا لي لازم تنشريه ما نشرته تصور لأنه أنه مش قادرة فكر أنه أنا في بس اضطريت أرفع دعوة يعني بس ما غدت ليك المصاري؟ لا ولا شيء بالعكس نحن بال, بال بال ما رح ما رح آخذ ولا فرانك لأن عندها قال هي وصايد وإلى آخره نحكي بيجي يوم بدي احكي قدام كل الراي بس لأ. اذا في, في مست... وصايد بدي اقول مين الوصايد كمان اليوم هيك تنحكي عن موضوع هيك شوي مختلف بتأمني بالحب؟ ايه ايه بالحب هيك بي... ما عم تقولي ايه بأنواع بلا بلا في الحب بس الحب الأنواع في حب حب صداقه في حب لا عم بحكي بين الرجل والمراه حتى بين الرجل والمراه في اوقات في رومانسيه هيك ماشي يعني نوع من الرومانسيه تبقى صداقه رومانسيه مره قلتهم بالابراج على كل حال باليوتيوب في اوقات حب حب اذا بدك عذري مخدوم بين اثنين في حب لهفي في حب غريزي غرائزي مم. بيكون مش اكثر في حب اذا متين وعميق بس عرفتي كيف يعني بيكون اكثر بس الحب ببلش اول شيء بلهفه بعدين بصير حب صداقه بصير حب حرص على بعضهم الناس بعدين مع الوقت بيتغير نوع الحب <applause> هو بيقول مين ذلك اللي يمكن قال او قال اجمل شيء بالحب البدايه مش هيك لازم واحد دائما يفوت يعني كومونسي لازم واحد <applause> <بسأل تصفيق> السؤال سالته ببيت الشاعر انه هل لانه البدايه حلوه واحد ما لازم يكون مع زيت الشريك ما بالبدايات بده يغير م. البدايات يعني مش هيك بحبه انت بتأمن بالمقوله مش يغير الشريك بس انه البدايات هي اذا بدك ايموسيون شو الحب يعني ايموسيون في ناس بفتشوا على الايموسيون بالشغف في ناس بفتشوا عليها بي بيلعبوا ورق بيكون بدهم هدرينالين بدهم ايه ادرينالين في ناس بفتشوا عليها بالمغامرات العاطفيه م. يعني بس بعد المغامرة العاطفية هي من الأمار لأن الأمار <applause> <applause> بس أنت شو الأدرينالين بحياتك؟ كثير أشياء أوقات بتجي أوقات أعمل كتاب أنا عندي عندي بس كون عم بألف عم بكتب عم بفتش عم بطلع عم بنزل بيكون بيعطيني هالشي أوقات بس كون عم بتوجه للناس عم بسعدهم عم بحاول اني خفف عنهم برتاح بس حدا يتلفن لي اللي عندي هالمشكله وانا بحكي معه برتاح يعني بيعطيني اذا بدك حوافز وأكيد الحب بيعطي حوافز يعني بس بعمر معين العمر الشباب في حوافز أكثر بعدين بتصيري أكتر عقلانية بتصيري تفكري بشكل بنا... شكل ناضج بشكل بصير الحب عندي كمان شعور بالأمان حاجة إلى الصداقة حاجة إلى بتآمني ال... بمؤسسة التياح. الزواج؟ آه بتعتبريها آه. مؤسسة ناجحة بعد الخبرة؟ آه مش كتير م. قليل تتكون ناجحة يعني في اوقات بتكون ناجحه في اوقات لا شو اللي, شو اللي بيخليها تكون ناجحه؟ لجان سبورت بصيروا يتحملوا يتحملوا بعضه شو اللي بيخليها تكون ناجحه برايك؟ الثقه، الامان، شعور بالامان، تفاهم الفكري تفاهم الغرائزي كمان مهم، تفاهم مم. الفطري اذا بدك بين اثنين، الامور حس الفكاهه اذا اثنين عندهم حس فكاهه بيضلوا يضحكوا مع بعضهم يتسلوا مع بعضهم آه، نوع من ال... اذا بدك صداقه بين اثنين يعني مثل عم بيلعب بين بون هي يعني هي وياه بيكونوا تواطؤ بين بعضهم هيدا بيخلي الزواج يعني بصير لك الاولاد لا الاولاد ما اوقات ما الاولاد بي... بي... بيفرقوا الزوج عن زوجته بس ال... اذا بدك الصداقه التفاهم الشعور بالامان تنبسطي تشوف الشخص حنان الحنان كتير مهم اذا بيعطيك الشخص شريك الحنان بيملكك او بالاجمال بتخافي من الموت؟ لا لا موت والنهاية نهاية بالنتيجة ما فينا نضلنا عايشين على طول يعني. وإذا مت بترتاحي <applause> ما توخزي ليه عم تقولي هيك؟ لأن الحياة متعبة منا هين الحياة <applause> أوقات حدا بس موت بقول أنا ارتاح أوقات بترتاحي إذا كان توصل لوقت <applause> هل الحياة تعبتيك؟ متعب مان متعبة الحياة منا متعبة منا متعبة مع الوقت بتتعبي مع بعض السنين بتتعبي أكيد بس لا يو... في ايام بتحبيها في ايام ما بتحبيها مش دائما بتحبيها بس كيف تتعايشي مع موت يعني مع الموت وقتها اذا بدك يعني حدا قريب منك تخسري كيف هيك بتعيشي؟ و... جزء منك بموت. بيقولوا الموتى ما بياخذوا معهم شيء لا بياخذوا بياخذوا جزء من قلبنا بياخذوا جزء من 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 سعادتنا م. جزء من 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 احساسنا الحلو مثل ما بيقول جبران خليل جبران كل من... ما يموت شخص او يرحل شخص بياخذ جزء منك اكيد بياخذ بياخذ شيء منك بيقولوا ما بياخذ شيء معه لا بياخذ كل واحد بيموت بياخذ معه هو بيموت بيرتاح بس اللي حواليهن هن اللي بيحسوا به بهالغياب ال... بها بهالفقدان ما في اصعب منه الفقدان فقدان شخص بتحبيه ماجي فرح شو ابشع لحظه بحياتك؟ لما عرفت انه خيي مريض كان اصغر واحد بالعائله 17 سنه واكبر واصغر شيء وفلت بمدرسته وعرفت انه معه كانسر كان عمره 17 سنه كانت لحظه ما فيكي لك قديش اثرت فيي قلبت لي حياتي اكيد كيف قلبت لك حياتك؟ شعرت بالدنيا غير شكل فقدت الايمان بركي بكل شيء الوقت وشو صار بعدين؟ ضلوا عايش بس ضرب ضربوا قدراته العقليه والفكريه يعني وصار مثل كانه عايش ومش عايش يعني بعالم تاني بعده عايش م. م. اوقات الموت اهين ميشيل وحياتك في اوقات الموت اهين من انك تشوفي حدا عم بيتعذب قدامك وفقدت الايمان بالله بأ فترتها؟ مش الايمان بالله بأ فقدت هيك الشعور غيرت نظرتك غيرت نظرتي للحياه نظرت للاشياء اللي تعلموني اياها يعني م. وضلك تأمن انه في قوه اكيد ما بتعرفيها بس ما عاد عندك انه تقعدي تصلي له وهيك لا وشو الايمان بالنسبه لك حاجه حاجه انك تحب انك انك تامني لانه انت بتخافي مم. غريزه الخوف من الموت خوف من المجهول بخليك انه تتعلقي بشيء يعني بتامني عن خوف الانسان هيك بيامن بيامن لانه بده شيء يتعلق فيه لانه منه اكيد بالحياه منه مستقر يأمن بس اليوم في نظريه بتقول انه ما لازم يكون الايمان مبني على الخوف لازم يكون مبني على المحبه وعلى الاناء ما فيك تقولي شو لازم هو عاده مبني على هيك مغير طبيعه طبيعه مم. الانسان طبيعه الانسان بيؤمن لانه بيخاف لا ما بيعرف مم. بدو يؤمن لا ما بيعرف بده يتعلق بالشيء اكيد في كيستيونير بعمله بكل حلقه من بيت الشعر رح اعمله مع حضرتي كيستيونير مارسيل بروست مجاوبه على هالاسئله قبل ايوه تبع مارسيل بروست م. اوكي شو الفرح بالنسبه لك لحظات لحظات حلوه بتكوني حواليك حواليك ناس بتحبيهن وبيحبوك وبيشعروك بالامان وبتضحكي انت وياهم شو ابشع صفه عندك ياها التسرع بليك مستعجلة ايه لا تسرع بتسرع بردة فعلي اه وبنرفز بعصب آه. وبرجع بندم اه عصبية مع انه ما بتبين عصبية بكذب لا بحاول اظهر على الهيدا إيه؟ بلا في ناس بيعرفوا اني عصبية من ورا حكيتي مين أكتر شخص بتقدريه؟ الشخص يلي يلي بيحترم حاله بيحترم الناس يلي ما بيجرح حدا م. والشخص الكريم النفس وال بحب كمان الشخص الفارس الشخص عنده اخلاق عنده اخلاق عاليه م. وعنده نخوه ما بيكون شخص صغير يعني وما بيعمل حسابات متى معقول مع كذبة اذا بدي احمي حدا م. شو احلى صفه عند المراه؟ برايي عند المراه والرجل الذكاء اه كنت احس عليك شو احلى صفه عند الغير جوش الذكاء الذكاء آه شو الموهبه اللي بتقولي يا غيت عندي اياها؟ موهبه الغنى لان صوتي كثير بشع مع انه بال <applause> مع انه صوتك حلو بال... بالحكي يعني والشعر بحب كون م. انا بكتب شعر أو بصير بجرب اكتب شعر لحالي واعمل شعر انا وهي بحب لو انا عندي اياها بالفطره آه شو اهم شيء بتملكيه؟ شي مادة مادة؟ امم ما بملو كثير ما بقى عندي شي مادة لا يعني شي بيعني لك في يكون كتاب ايقونة كتبة كتبة انا كتبة بالنسبة لي كثير مهمين بحطهم هيدا اكثر شي بحبه مش سور كمان بحب كثير وبعدين لونهم بتحب بتحب الشوزة ايه لا شو كل واحد هذا نوع من شوف من الفرق بين من فاشن كتاب ولا فيه فيو فن كمان هذا فاشن هادي خبرك يا خبرية مهضومة ألف مرة قاعد الله يرحمه وجع عبيد كان كتير هيك عنده أمور قاعد عم بيشوف حدا قاعد عم بيشوف السفير السابق الله يرحمه كمان فاروق قبل لما عم بيطلع ب صبات حدا حطت له اياه بوجهه هيك، بقى هيداك بس شاف بوجهه قرب لحده دور عليه هيك على جنب، بده انه بده يقول له شيلوا من وجهي ولعوا قال والله شو هو صار يسالوا عن الهي فقاعد عبيد بعيد جنب عبيد مع الوزير قال له قال له شو عم يعمل فاروق بصباط فلان؟ قال له عم بيقرا له افكاره افكاره فلان تافه يعني لا وما كان عم بيقرا له افكاره وما كان عم بيفهم يعني تركب وجهه شو احلى صفه عندك اياها؟ طيبه القلب وشو ابشع صفه عندك انا بسامح متسامحه طيبه القلب ما بحب الا الخير للناس ما بتحدي يعني. ابدا عندي عندي هالشيء محب محبه اللي عندي اياها فائدة كبيرة يعني كانت كان بتعمل طوفان لو لو هي مي آه مين افضل كاتب؟ همنجوي همنجوي بحبه كثير انا آه. اتفقنا عليه <applause> مين افضل لا هذا سالنا مين افضل كاتب بحب <applause> احلام مستغانمي بالكتابه آه. كولات خوري ولا خول الكتاب بايام معه يا 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 شو بتكتب حلو آه. بتضاهي لنزار قباني مع انه كانوا هذي تحبه ويحبها بس بتضاهي او يقال انه في قصه حب, حب بس كتاباتها بتطير اصلا دائما عند الكتاب اذا لاحظت بيكون في هيك قصص أي. قصص هي سمته موسيقار بال عملته موسيقار بكتابها بس شو هل... شو بتكتب حلو هالانسانه هل... شو بغار منها كثير <applause> بس تعرفي مهضومة قد ايه بتشوفي انه في كتاب كتير عندهم كان علاقة حب عبر المكاتب مثل جورج ساند والفريد دو ميسي الحب, الحب. اي صبري اه ايه. ففي مرة اه انا انبسطت بالفكرة لانه تعلمتها كنت عم بقرا احد الكتب كان عمري شي 10 سنين حبيتي حدا هيك لا دقيت لجدي غسان قلت له تعال نبعث لبعض رسايل بعدهم عندي اي شو حلو حبيت الفكره يعني لقيتها مهضومه وصرت اقرا ال اوحت لك الفكره ما إيه هو, هو كلنا بنستوحي من الكتاب إيه وصرت ابعث له رساله وقتها كان في تليفون وكل شيء وهو يرجع يجاوبني مره بالاسبوع ففي اسبوع تاخر زعلت قلت له وين الرساله؟ بس كنا نحكي قصص يعني خبر شو عم بعمل وهو يعطيني نصائح ليه ليه ما بتنشريهم؟ إيه بعدهم عندي عن جد شريون خاصه كمان مش مش عم قصص كنت وقتها ما تقبر كون زعلانه يكون ما عم اذا ما في شيء ما لازم تقوليه أج... نشريه مهضومه الفكره فكره كثير حلوه اعملي كتاب صغير اه اعملي كتاب رسائل مع غسان تويني قد اه. رسائل مع جدي ام. كتير كثير حلوه اه. اه. انا كنت عملته طفله <applause> <applause> اذا عملتوا هتكون اول واحده ايه الكتاب اوكي كيف بتحب تموتي بعيد الشر عن بتختي امم كلنا هيك بنحب نموت اذا بدي سكتي الناس يموتوا على المسرح مثل داليدا لا 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 شو هذا بوقع بالارض ما بحب بحب انا انه ايه فهمت فهمت انا بحب بالتخت تكون بتخت بالليل من دون ما حدا ينتبه على بكره ما اوعى على شو بتندم؟ حدا سالني هالسؤال قبل بس طلعت معي دغري كيف؟ <applause> اه. على شو بتندمي؟ <applause> بندم ما بعرف إذا بدي بندم آه يعني إذا الحياة ترجع من جديد في كتير أشياء بتغيريها بالحياة بتقول يا ريت ما عملتها يا ريت ما عملتها بندم على أشياء ما عملتها كان فيي أعملها مثل شو؟ كثير امور مثلا انا بحب اكتب كنت للمسرح، اكتب للتلفزيون، اكتب قصص ما عم للتلفزيون مسلسل, مسلسل انا كتبت برزمان اول ما بلشت كان عمري 17 سنه كتبت قصه للتلفزيون لبنان نزلت؟ كان لازم كفي ايه مثلوها مين مثلا؟ آه. آه. شو اسمها انا قلت عفوا هلا بقول من كانت قصه عن شو؟ آه. هي قصص حب كانوا آه. عاملينها، قال لي وحده منهم كتب لي كتبتها علمني وقتها مروان العبد الله يرحمه مم. كمان هدول شو صار لكم مراحيم ايه. كلهم بعرفهم كثير كان في الله يرحمهم بالحلقة ايه. ايه. بس علمني كي بس ليه ما كملتي؟ لان طلعت الحرب بلشت مم. الحرب ما بقى في مسلسلات وانا التهيت بالاذاعه صرت بالاذاعه صرت اكثر شيء بالسياسه والاذاعه وال... 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 والاخبار والاداره روحوا لي كل هال عارفتي. شو, شو في شيء حالي متاخره عن التقدم اللي صار بهالمجال شو في شيء هيك تتذكرين الحرب؟ اوف شي عم. هيك صار ولا مره مخبرتين لا بتذكر يكون في ضرب وانا عم بمشي على الطريق ما في غير انا والبسينات كنا نجي من البيت على الاذاعه مثلا وحس انه يقولوا ان شاء الله ما تجي الازيفه علي ان شاء الله تجي وراي او قدامي ماشي كثير قصص بالحرب بتتذكري وقت كان يتلفن لي جندي سوري كان اسمه عدنان يتلفن لي على الاستوديو يقول لي انا يعني زماجي نزلي على على ال على حلو. الملجا قالوا لي بدنا نضرب الساعه 6 اه قالوا لي ما اللي ما بقدر مجبورين هؤلاء يسب اللي عطونا الامر بدنا نضربكم الساعه 6 كان حبوب كان خايف عليك هيك الفل قال كان منيح <applause> على اللي خلص لك حياتي ما انزل على الملجا كنت تنزلي. ما كنت له ما في بدي ازيع قال لي الله يخليك انزلي على الملجا يعني هدول الامور هيك باول بس الحل. انت عم تزيعي يكون ماشي القصف؟ ايه. وما كنت تنزلي توقفي؟ ما فيك تنزلي كنت عم تزيعي عم تحكي في يجي عليك القصف اوقات إجا كثير قصف في كثير امور صارت بالأسف هيدي قصه قصص طويله يعني مم. ما بفتكر عندك وقت عليها بقى لا بس هيك شيء شيء قصه هيك ايه قصص كثير مره صار في دير المنظار الاذاعه كلها السيارات عم تحترق ونحن قاعدين جوا قول يا ربي يا ربي ما تاخذ لي ايدي او اجري يا بفرض مره موت يا يا اتركني يعني ما بدي انا يصير معي هيك فكر لحالي وصلي قصص و... كثير صارت معنا نحن مرقنا بعيشه منها هينه يعني كانك عايشه ألف سنه من شو كنت تخاف اكثر شيء؟ أه بالحرب؟ مم. من حدا يفوت عليك ويقتلك او حدا يعني من انه تنهزمي تصير في اذا أه أه بدك خاف انه هلا فاتوا عملوا طلعوا تخافي تخافي مم. من الاشياء اللي عم بتصير واليوم من شو اكثر شيء بتخافي؟ اليوم اليوم؟ مم. من شر الناس شر الناس انا كتير عم بقعد لحالي لانه بتشوفي انه مش كل الناس بيكونوا صادقين، كل ما تتقدمي بالعمر كل ما يخفوا اصحابك بالشيء مضبوط ما بصير كمان بتعرفي مين اصدقائك الحقيقيين تشوفي الحقيقه، بتخافي من الناس اللي ممكن ياذوك وانت ما معك خبر امم بدي اطلب منك خدمه تنختم الحلقه، في طاوله هونيك دائما بيقعدوا ضيوف وبيكتبوا هيك كلمه تتبقى ببيت الشاعر، هيك يكون عندنا كلمه من ماجي فرح لبيت الشاعر اوكي تفضلي رح أوصلك ما أكون نملة إجت شفت عم بتعمل نمل عما هيك يا عم قلتي لي كتبته كان في لو قلت لي قبل كنت يمكن اكثر لا انا اكيد بس انا أسمع بصوتي مثل كنا عم نقول صوتك كمان مم. في هذا البيت العريق بيت الشاعر تتدفق المشاعر العذبه والجياشه تتذكر الزمن الجميل والايام الماضيه الغنيه بالتجارب والحوارات مع احب الناس هذا بيت الكلمه وفي البدء كان الكلمه حلو حلو كثير ما بعرف حلوه بس لا أقلو. حلوه عم جد حلوه كثير لي اياها بسرعه لو حضرتها قبل منيحه ما واحد يحكي قصص بعفويه بيطلعوا ما ايه معك حق حق من قلبي كتبتهم بقلبي وبالكلمة ما كل الامور اللي انا بشعر فيها آه احلى شيء قلتيك الزمن الجميل يعني شوفي اليوم يعني دايما بقول بهالبيت كان كان عن جهد الزمن الجميل ان كان بالسياسه بالصحافه ما فيه ما فيه. بالفن يعني حتى كل شي. باللوحات بيت العريق مم. بتقولي انه ما بيرجع الزمن مثل ما كان؟ ما في شيء بيرجع مثل ما كان، ما في شيء بيشبه تاني يعني كل زمن إلو أه ماجي فرح اهلا وسهلا فيك انبسطت بهاللقاء أه مثل ما كنا عم نقول اول شيء مش اول مره بتجي حالي عملت فحص انا <applause> <applause> خضعت لامتحان <تصفيق> <تصفيق> مع انه بتعملي مقابلات مقابلات كثير يعني ايه مش حاسه حالي انا بامتحان وشو شو شو نتيجه الامتحان؟ ما <applause> بعرف انت بتعطيني العلم الناس الناس <تصفيق> المشاهد ممكن ممكن. <applause> لا اهلا وسهلا فيك وانا انبسطت لانه كمان حضرتك عامله حلقه هون يعني هيك أيه. أيه. هيك إيه لقيت عندها رمزيه انه عامله حلقه بهالبيت وعلى صوتها جاي على البيت وعاملين حديث حلوه و هيك عندها رمزيه يعني في عواطف صح. جيت هيك فتشت عليها بالبيت مم. هتركتها هون موجوده مم. بعدها حسيتها انه موجوده اهلا وسهلا فيك ميرسي في وان شاء الله يطلع برجه منيحه لا رح يطلع منيح هلا بتشوفي <applause> نرجع <applause> بعد الحلقه بتصل <applause> فيك بعد ما اقرا الكتاب <applause> خبريني <applause> شو الوضع اوكي يا ميرسي بوكو على الحلقه وان شاء الله تكون كل الحلقات هيك فيها نجاح وفيها عمق وحب وفكر مثل ما انت عم بتعملي كلك زو